حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد المستشار ضياء الوكيل الخبير في شؤون الجماعات المتشددة. أستاذ ضياء، مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا القاعدة كتنظيم لا يخفى على أحد بأنه أصبح ضعيفا جدا، بأنه تراجع بشكل كبير. الآن مع مقتل أبو الخير المصري، كيف سيؤثر ذلك على القاعدة انطلاقا من أهمية هذا الشخص كشخص؟ من كان؟ ما كان دوره؟ من هو بالتحديد؟ شكرا لكم على الاستضافة. التقييم والتحليل الأولي يقول أن أبو الخير المصري أو أحمد حسن أبو الخير المصري هو رقم 5 من قادة تنظيم القاعدة، يقتل منذ مطلع هذا العام. أولا كان أبو عمر التركستاني في 1/1/2017، ومن ثم غارت القوات الأمريكية على محافظة البيضاء في اليمن، أيضا قتل 3 هم عبد الرؤوف الذهب وزعيم القاعدة في أو فرع القاعدة في الجزيرة العربية، وأيضا شقيقة سلطان الذهب ويوسف الجوفي، والآن قتل أحمد حسن أبو الخير المصري، هو الرجل الثاني كما ذكر في تقريركم بتنظيم القاعدة بعد أيمن الظواهري. ترى فيه المخابرات الأمريكية أنه قد يكون زعيم محتمل لتنظيم القاعدة خليفة للظواهري، لأنه آخر ما تبقى من القادة التاريخيين لتنظيم القاعدة. أيضا هنالك يعني التحليل الأولي يعني الموضوع الاستهداف، أنه هو استهدف بطائرة مسيرة وخلال تنقله في عجلة خاصة ومرافق واحد معه هو هاني مصطفى مطر، هذا يعني أنه مرصود ومراقب في تحركاته واتصالاته وتنقله وخط سيره، مما يسجل هنا نجاحا لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والدولية في تحقيق اختراق أمني. طيب أستاذ ضياء، مهم جدا لصفوف التنظيمات الإرهابية. طيب المعلومات المحددة عن أبو الخير المصري كشخص، مكانته في التنظيم، من هو بالتحديد؟ ما المسؤوليات التي كانت ملقاة عليه في تنظيم القاعدة؟ هو في تنظيم القاعدة يعني كان مسؤول عن التنقل وتمويل يعني الجماعات المكلفة بمهام مختلفة وفي مناطق أيضا مختلفة، كما أنه يقدم الاستشارة لتنظيم جفش أو يعني جبهة فتح الشام، وأيضا يقدم الاستشارة وقدم أيضا وساهم في الحلف الذي بين جبهة النصرة وبعض التنظيمات المتشددة في شمالي سوريا وتحت عنوان هيئة تحرير الشام. انا اعتقد ان يعني هذا الاختراق يعني لصفوف التنظيمات الارهابيه خاصه القياديه منها يكشف مدى هشاشه الجدار الامني الذي نخرته يعني الاختراقات، وكشفت ايضا اوراق يعني اوراق هذه التنظيمات رغم حملات التنكيل والتخويف والقمع اللي تستخدمها هذه التنظيمات يعني المتشددة والمتطرفة. أنا أعتقد أن هذه العمليات التي تستهدف قادة هذا التنظيم يعني وبهذا الحجم الكبير تنذر بتصعيد مرتقب في استهداف هذه التنظيمات الإرهابية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الرئيس ترامب أعلن الحرب يعني على وليس طبعا أريد أن أستغل وجود حضرتك معنا لأسألك أيضا عن موضوع آخر مهم، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام العراقية، خطاب أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش كما سمي بخطبة الوداع. في هذا الخطاب كان هناك إقرار من قبل البغدادي بالهزيمة، أيضا خير مقاتليه يا إما بالفرار أو بتنفيذ هجمات انتحارية. ما دلالات هذا الخطاب؟ يعني هو آخر خطاب للبغدادي كان في 3/11/2016، لم يتأكد يعني لنا حتى هذه اللحظة، بس خطاب جديد للبغدادي. لكن وسائل الإعلام العراقية تناقلت أنه كان هناك خطاب له يوم أمس. لا، مو لدينا تحليل يعني لموضوع اللغة التي تستخدم في الخطاب والتسجيل الصوتي، وأنا في اعتقادي يعني أن هذا يندرج ضمن يعني في إطار الحرب النفسية. أنا أعتقد أن المأزق الذي يعانيه التنظيم وانكساره في الموصل وفقدانه لمعظم مواقع في العراق يجعل من موضوع التسجيل وبث خطاب يشكل مجازفة ومخاطرة أمنية غير مجدية بالنسبة لتنظيم داعش. وحاليا يعني اتباعه ومقاتليه لم يعد بامكانهم الاستماع لخطابات زعيمهم، لان صوت المدافع
والرصاص والمعارك أعلى من صوت الخطابات والراديوات. الأمر الآن يحتكم للموقف العسكري ونتائجه في الميدان، وهي محسومة حتما لصالح القوات المسلحة العراقية. نعم، شكرا لك المستشار دياء الوكيل خبير الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا.